مرحباً. ادركت بالمصادفه ان المعماريين معمرون اعمارهم طويله ولذلك هم يتناطحون فيما بينهم ببناء منجزات شاهقه احدهم معنا معمار اكاديمي شهير ضيفنا كثيرا من طلابه واليوم جاء دوره المعمار الاكاديمي الاستاذ موفق الطائي مرحبا مرحبا قلنا ان المعماريين معمرون الله يسمع من حلقه <applause> <applause> لا هو شوف مثلا هذا جدا صحيح جدا صحيح وخصوصا المعماريين العراقيين <applause> يعني ما اعرف احد يعني بس واحد قحطان عوني توفى من وقت مبكر والا ما شاء الله الكل قبطه التسعين يعني واخرهم كان نزار رفعت 101 أه نزار آه غلبها اكثر اتصور يعني مكية المدفعي ما نريد نحد بعد الحي الوحيد اللي باقي لحد الان خليني احكي لك على على جني بغداد هو اجى بغداد عمره 90 90 90 بالضبط فهل بعد بعد ال 90 يعني يصير يعني قوه عقليه؟ اعتقد العمارة بطبيعتها يعني يمكن اي اي معماري اذا ما يشتغل يصير دايمر دايما يومين او ثلاثه طبيعه العمل المعماري تشحذ الدماغ يعني تخلي ال... والعمارة هي مو علم هي حرفه يعني ان اذا حضرتك صحيح لو هي بمجرد علم وارقام يجوز تاثر لكن الحرفه دائما تشحذ الدماغ تخليه دائما حيوي دائما واكثر واغلب المعماريين انتاجهم القوي والثقيل صار من اصبحوا اعمار كبيره مو مو من هاي لانه تراكمات التجربه تؤدي دون شك الى اشياء افضل فرانك لويد رايت من سماه جني بغداد؟ في الواقع هي الحادثه جدا طريفه في يوم احتفاله بالتسعين بلغوه من السفاره العراقيه وطلبوا منه ان يصمم الاوبرا لمدينه بغداد ففي ذات اليوم جاء مدير بلديه نيويورك وطلب مقابلته لاجل ان يكلفه ان يسوي اوبرا نيويورك فد شيء اي معماري له يمكن اكبر تقدير لاي معماري هو ما يحب بلديه نيويورك دائما واقع بيهم دق يوميه بالجريده يعني مو مو, مو الى جانبهم فقال انا ما اسوي بلديه نيويورك فاستغربوا انه شلون هذه بلديه نيويورك شلون تقول هالشكل فطلع هو متشائم من هالعمليه ابو البلديه قال قالوا له ليش ما يسووها؟ قال لهم والله ما ادري ما ادري ركبت جني. فطلعت جميع جرائد نيويورك انه فرانك لود رات ركبت جني مال بغداد فمشت عليه انه هذه التسميه مال فرانك رات جني بغداد او بالاحرى انا التقطتها من عناوين الجرائد وسويت بها هذا الكتاب. نعم اذا هل هو عمل عقلاني شيطاني لما نحاول نسويه في جزيره ام الخنازير؟ بغداد الأسطورية هارون الرشيد الغريب أنه المدرسة اللي ينتمي إليها فرانك لويد رايت تميل إلى التاريخ وتميل إلى الأساطير بطبيعتها يعني مو مثل المدرسة العقلانية اللي غيره يشتغلها رؤيا أسطورية يعني إلى درجة أنه يصدق القصص اللي يعني من شان ينظر إلى بغداد ينظر لها رؤية أسطورية مو رؤية المعماري الواقع اللي دائما المعماريين عندهم الواقعية كلش قوية إلى درجة البراغماتية يعني هذا لا هذا رايح بالغيب حتى يقول هارون رشيد سوى بغداد ما كان عنده الأشياء مختلفة أو القيم الجمالية يعني اللي, يمكن تلقاها عند القصص واللي أثر أيضا عليه أنه لما هو بالطيارة بال قالوا له, له اكو جزيره وما كانوا من طيب غير مكان يسوي الاوبرا فقالوا له, له هاي الجزيره شاف الجزيره هو بالطياره قال لهم شو اسمها هاي الجزيره؟ قالوا له ام الخنازير قال هيك جزيره حلوه واحد يسميها ام الخنازير فاول ما راح يم ملك قال له اطلب منك طلب واحد انه هاي الجزيره الله يخليك غير اسمها الى جنه عدن ونسج التصميم ماله مثل ما تعرفون انه هي الجزيره صارت جنه عدن والهاي، بس من طريق ما يذكر تعالي الرجل يعني هو عدة في هذه انفه مو متواضع. المعماريين الاخرين كانوا متواضعين، بس هو ما كان متواضع. فلما اجى الملك دي قابله اعتياديا من يطب الملك يقول له ثلاث دقات. جلاله الملك فيصل الثاني ملك العراق هو مديدة قل له جلالة المواطن الأمريكي فرانك لويد رايت يعني أنا ما أختلف عنك أخاف عبالك بال فلذلك بدأ عاد التصميم الأسطوري وأقول أسطوري بكل معنى الكلمة قيل له ليش أنت تسوي أسطوري قال بغداد إذا عاملها معاملة واقعية ما يجوها سواح إذا أسوي لهم بناية وظيفية أنا أريد أخلق سياحة من اسطوره بغداد فلذلك هو يبرر عدم عقلانيته بالموضوع. طيب هو استوحى من الزقوره ولا استوحى من منين؟ آه لا هو اكثر شيء يعني هو كلهن استعملهن آه كل المفردات اللي تفضلت بهم استعملهن. اهم شيء انه عندنا بالعماره دائما لازم يكون عندك عنصر، شلون المناره؟ المناره تصير حلوه لما اكو يمها كتله قويه. نعلمهم طلابنا نسميه عنصر وهاي كتلة يعني تميز بين العنصر والكتلة فكان يهمه أن يخلق عنصر مو شلون يخلق كتلة الكتلة أي واحد يقدر يسويها والجمال يصير بين العنصر والكتلة فالكونسبت ماله استهدف بالعنصر مالته أن يخلي تمثال هارون الرشيد تقصد أن يكون بقد تمثال الحرية قالوا لا أدري شلون دينا تسوى نامية ما عندها غير أربعة خمس سكان سبعة بغداد تستحق أحسن من نيويورك فسوى تمثال الحرية بحيث هذا الملوية سوى قاعدتها الملوية استوحاها <applause> المطعم سوى راس هارون الرشيد اللي موجود وخلاه في موقع البوز مال الجزيرة أما من إجا على الأوبرا طبيعي هي قصصة هواية يعني طول الحديث بي. بس رؤيا الأسطورية كانت أن خلى فوق ال شو اسمه على الدين والمصباح السحري هذا إني مستهجنات بالعمارة أحيانا لأنه يقول له أنت رايح مباشر قال لهم لا أنا أقصد غير شكل أنا أقصد المصباح السحري هو الفكر النور لأنه هي مقصود بها رمزي مو المقصود بها واقعي مصباح ديعلي لا هم يريدون يشيرون الى العلم العلم المتمركز بالهاي ثم انا دا اقول لكم ترى اكو فنانين رائعين بالعراق انا ما اريد احد يشتغل على التمثال الا الا النحاتين العراقيين مغرم الى درجه بالفن العراقي خصوصا لما راح شاف بالنادي الاولمبي شاف جواد؟ و أو لا هم اخذوه على اساس معماريين مثل ما تلاحظ بالصوره معماريين دار مدايره يريدون يراووا أحد المعارض الثانويه منو بالصوره بالله مبين؟ كلهم منو مثلا؟ جميع الرواد المعماريين الرواد رفعت محمد مكي قحطان كلهم موجودين انا شفت جواد واقف وياه بعدين هو كان قبل بيوم نازل حضرة زينة على المعمار العراقي أنا جيت من الناس لهنا داريد أشوف عمارة عراقية محلية طلعت وتمسوين مثل ذول العالمين نازل حضرة زينة وكاتبها أنا لذة حضرة يعني مو لذة حضرة بس بحب يعني لا تروح نزايد بالموضوع فالإثناء جواد سليم رواه شغلة فرأسا أشرهم قالهم لهم لي يريد يسوي مدرسة عراقية خلي يتبع الرجل هذا هذا يشتغل هو المدرسه العراقيه فاعجب بشكل كبير بجواد سليم وهاي فد مأثرة انه فرانك لويد يعجب بجواد سليم هاي يمكن فد مأثرة للعراق ولجواد سليم اللي مع الاسف ولا واحد من اللي كتبوا على جواد سليم حكاها يعني دور الرسام ان يقود عمليه معماريه بهالضخامه واللي كل المعماريين ما شاء الله ما بيهم واحد متخرج من الا من اعلى جامعه بالعالم ويقول لهم تعالوا اتبعوا هذا فهذا شرف للتشكيله على زين مفرده جني استاذ موفق مفرده جني وين موجوده بها قاموس؟ يكتبون كلمه جني هي بالانجليزي جني يعني الجنون ليس بس عند فرانكلود رايت حضرتك هل تعتقد انك في كنت في لحظه عقلانيه لما مجدد سميراميس قالت انه هي كانت سبب في انشاء مدينه بغداد أو اولا آه الانسان يتغير يعني مرور الزمن حتما يعني, <تبطلت> يعني انت لو سالني يعني؟ آه <applause> مثلا في وقت معين من حياتي في بدايتي دون شك اجازف واسوي اشياء خارج حدود المعقول يعني خارج حدود مو يعني راشنر مو اشياء مو وظيفيه مو وظيفيه ك هسه لما تشوف انه يعني الناس شويه إمكانياتهم المادية ونفس الشيء بالنسبة لزهاء حديد يعني انت تقدر تنفذ زهاء حديد صعب صعب فالقضايا الأسطورية تجيك في بداية حياتك وكل ما تكبر بالعمر تصير دعني أقول يعني أكثر تعقلاً سيراميس بالنسبة لي صورة تعليمية يعني ككنترول كتنفيذها إلى عملية بغداد يعني احنا نعرف انه بغداد توالوا عليها اكثر من واحد حتى يبنيها من حمورابي إلى نبوخذ نصر إلى سميراميس إلى علي بن ابي طالب إلى طبيعة ابو جعفر المنصور اللي اعطاها الامان حتى تتوسع. فمعناته هي انتجت شيء يعني انتجت فلسفه انتجت هيدرولوجي انتجت رمز للمراه المسحوقه انه المراه ترى تقدر تسوي شيء يوم معودين فاذا صح او لا هي رمز يعني يستحق نحن هنا ببغداد امام منزل اشبع بزخارف جميله من الاجر الخرده وفق مبادئ معماريه يصنف بالبيت الوسيط فهو كذلك لانه وسيط بين البيت التقليدي والحديث الذي يؤدي واجبه الازلي في التئام اسره حنت عليها تفاصيل معمارية متنوعة من الزجاج والخشب والاجر المنجور عمارات متصلة من سومر إلى آخر الدهر أنت ترجع الأسطورية فيها من الخيال، فيها كاريكاتير، فيها مزحة، فيها صح؟ وأنت بديت ترسم كاريكاتير صحيح صح؟ يعاب على العمارة الحديثة أنه وظيفيتها القوية نسوا روحهم أنهم ماذا يسوون فتشي أه للعاطفة سووها للعقل يعني راشنر كله 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 كل راشنال ونسوا أن يعني أه يستفزون العاطفة فتشي يسوي مو شرط إلا للعقل هالقضية السايكولوجية لهذه اعتقدها ضروريه يعني انت اشتغلت رسام كاريكاتير تحت ايش في الواقع انا بدا حياتي دون شك كنا كلش صغار وهويت الرسم لكن كان عندي من الامكانيه بحيث صرت رسام كاريكاتير الى اهم جريده اللي هي جريده البلاد ودخلت مثل ما يقولون جريده يعني الحياه من الباب الواسعه لانه الكاريكاتير بطبيعته هو في الواقع يستفز الناس يعني شيء استفزازي وهاي بعدين اكيد فهمتها بعدين بعد ان درست بانه انت ما تقدر تكون معماري جيد اذا ما تستفز يعني ثير ثير اذا ما تثير انت مو معماري تبنى فيلم كارتون؟ بال سوينا انا ومهند الانصاري طبيعي فيلم كرتون عرض مره واحده وبعدين فهمت انه المكان شوي كانت ترجف يعني ما 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 نجحت كان ابو القاسم الطنبوري ابو القاسم الطنبوري ابراهيم الهنداوي ايضا سوى ابو القاسم الطنبوري اي بس مهند مهند الانصاري الرجل العظيم اللي اعتقد في بداياته شخصيه لا يمكن ان انساها في شخصيه طريفه جدا جدا كنا نروح في المكان يسموه سختيان اللي هو فندق جبهه النهر نروح نقعد تجي هاي تقول له انا اول وحده ممثلات راسا يلتم من حوله فحادثه حدثت نوبه انه طلع مهند نصاري نجم على التلفزيون وقبل كل الناس تصور عبد الله العداوي تذكر التمثيليه القصيره وهي عبد الله العداوي عبد الله العداوي فالناس فجأة التمثيلية مهند أنصاري عبد الله العزاوي انغث قال مهند يطبق سر رجله منعه فمهند وين راح؟ راح لأقرب إنسان إليه أو إنسانة إليه منيرة الهوزوز طبيعي منيرة الهوزوز دخلت إنذار جيم لفت العباء مالته وقبل على عبد الله العزاوي أنت ما تحرشت إلا بابني مهند قال له هنا أنا وبس الله يخليك فشخص رائع مبدع يعني همزيا طلع بالوقت المناسب حتى ينعرف برا لو باقي هنا كان منتهى التواضع ويعني اه اتمنى على الاقل وهاي مؤلمه انه ما حد مسوي له بيلغرافي لحد الان تاريخ حياته تصرفاته لا لا هو هو علي الانصاري ابو مخرجنا حيدر الانصاري سواله له كل المعماريين يا اما موسيقيين يا اما رسامين يا اما ممثلين صح؟ ايوه انت ايش عجب ما مثلت؟ اني بانجلترا هيك عندي محاولات بسيطه ما اتصور لانه بعدين واحد أدى سبع شغلات ويصير بخته ضايع يعني لازم يبقى على الاقل بشغلتين اسمع اقول لك شغله السكيورتي قال لي عمر الحريري جاي يقابل حضرتك هنا جوا عندنا بالشرقية الشرقيه ففعلا بيكسبها من عمر تدري؟ إذا كانت هاي إيجابية إلا مو إلي <applause> ها هو بالمناسبة يمكن <applause> أحلى مني أحلى منه لا, لا هو إيه إيه أشوف الصور القديمة هسا أنت بروفايلك يمكن يشبهك أبغى أشوفك هو إيه مثل في فيلم اسمه الجبل، الجبل مثل المهندس فهمي والجبل هي القرنة اللي سواها حسن فتحي وحسن فتحي أنت ويا أصحابه مش ما شايفين بعض فنحكي عن قرية القرنة وعندنا عندنا فيديو على على القرية تجربة القرنة انت حكيت على العاطفيات يعني لما المعمار يدخل بالعاطفيه وينسى ينسى العقلانيه كانت خاليه من العقلانيه عرفت يعني شنو قصدي؟ القرنه؟ القرنه يعني عاطفيه بالدرجه الاولى وشي رائع يعني تعرف التصميم للقريه لدى المعماريين تصميم جاف 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 يعني لانه انت تريد تسكن افقر الناس باقل الاسعار. حسن فتحي دخل بالقضيه الاجتماعيه ولاول مره يعني ما كان معماري بقدر ما كان عامل اجتماع. بس اسمح لي هو كان من اسره غنيه مرفه ولكن هو دعا الى عماره الفقراء قرى بها قباب من طين. قلت لك السبب يعني رؤيا لهذه مو رؤية مهندس معماري رؤية عامل اجتماعي يعني إنسان اجتماعي رؤيا أيضا إلى القرية والرومانتيكية القرية هاي ما تخلو بيها لكن لو مشتغل كمعماري كان طلع نتائج تختلف اشتغل كعلم اجتماع وبالمناسبة اعطيني أي من أي من الثوريين الآن عندنا بالعراق لو بأي مكان مو من مترفين منو كان من مو مترف من اللي تعرفه من الثوريين اللي ضد الأنظمة ويريدون يقلبون الدنيا هاي أبناء أغنياء أبناء فقراء تتربع الثوريين اللي عندنا أنت قبل من؟ أنا أيضا أبوي مدير شرطة وأنا كنت بذاك الوقت مو إلى جانب الدولة كل ما يا... يظاهر راح قحطان العماره قوه وادرك اول ناس ادرك انه العماره هي باور باور رفعت شادرشي ابن المعارضه مو نزار ابن رئيس الوزراء ابن جودة الايوبي ابن ابن جودة الايوبي آه... قحطان المدفعي ابن مدير شرطه عام وابوي ايضا وكيل مدير شرطه <applause> يعني انا زها بتمن ها زها بت محمد حديد بالضبط نائب رئيس الوزراء ها <applause> انا آه يعني لحد الان يعني دا آه انتبه انه معظمهم ولد, ولد اغنياء لكن من اشتغلوا من اشتغلوا مثل ما قال بالضبط آه حسن فتحي مقولة المشهورة الرائعة اللي هي الدرس الأول للعمارة من يشتغله يقول له عندما تصمم قصر تصير أمير وعندما تصمم لقرية تصير فلاح هذه مبادئ دقة سادس أعتقد دوكت سادس إن كانت موجودة بس بشكل مو بالقوة والعنف اللي فتحي يسويها بس انا اول مره اسمع انت تقول انا دائما اقول اشياء جديده، ايش جاب دقه شادس على على حسن فتحي وايش جاب حسن فتحي على بغداد؟ مشروع ورا مباشره تدري اكو كانت المشروع مارشال ورا الحرب فخصصوا مبلغ من مشروع مارشال يسمون النقطه الرابعه بال هذه الى العراق الى بغداد اهم شيء كان مشروع اسكان بغد... العراق البروجرام مال اسكان العراق وين بالضبط؟ هذا احكيك اياه بال 54 لا المكان هو عده اماكن كل بغداد كل العراق اسمه مشروع مشروع اسكان العراق آه كان شورت ليست اجى دوك لانه هو مشتغل باليونان آه ما بعد الحرب عده تجربه فراسا اجى للعراق ذاك الوقت حسن فتحي كان زعلان من جمال عبد الناصر فاستدعاه اجى وياه لهنا بالمناسبه المكان اللي قعدوا به هي ثانويه الصناعه الحاليه والحد الان سقوفها هي المباني اللي هم قعدوا بها. اكو وثيقه تدل على انهم هم اشتركوا في أه وثائق العدي انا يعني نشرتها في أه بحوثي محضر الجلسات كاملا يعني ملفات كان وين بالضبط يعني إن آه انا اعتقد انه هو انا موجوده هو بالمسيب الاثر لا هو المشروع مو انت تدري دائما من يسوون مشروع كبير على مستوى بغداد لازم يسموه ما يسموه بروتوتايب يعني تاخذ منطقه يسموها تصميم قطاعي ومن القطاع ياخذ بيت ده تلاحظ شلون هاي القطاعات مال مال الثوره قبل لا قطاعي او النوبه قبل ما يسوون الثوره سووا القريه الجبله بالحلة. القريه العصريه بالحله جبله مو بالحله اللي هنا حسن فتحي استعرض كل عضلاته كامله الرومانتيكيه والهذه قدم الشغل شو اسمه دوك سيادز جلفه جلفه اصليه <applause> فرجعها قال دير بالك على هاي حسن فتحي راح نص الطريق وذاك راح نص الطريق هاي كلها بدوكيمنت وثائق انا خالها يعني بالبحث اللي سبق وان تركيا، فوصلوا الى فت قناعه وسطيه فالاثناء كان حسن فتحي دا يصمم قريه شو اسمه الحرانيه بالضبط بدا يتغير حسن فتحي وراء الحادثه شخص اخر هذا الطاعه عاطفيه وهذا الطاعه عقلانيه. ليش والتر بروبيوس اللي هو صاحب الباو هاوس أيه؟ دعا الى الاعتماد على الحرفيين وعلى الفنانين اي صح؟ العماره ذاك الوقت بدات تفقد توازنها تكنولوجيا جديده عاليه ماذا تعكس روحها على حرفيه العماره بعد الحرفي مشلب بي وهاي اختراعات دتجي غروفيوس راد هاي الاختراعات يحولها راح استعمل المفرده البسيطه من الحرفيه الى المهنيه اكو فرق طيب هو ليش استعان بالفنانين التجريديين يعني مثلا بالكلي كاندنسكي ومنو بعد قول وياي دعا ماهوني ناق وبول اي بول أه يعني معظمهم كانوا روتس. كازمار مالفيتش 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 وانت تعتبر كازمار مالفيتش استاذ السوبر ماتك اللي اخذت منه زها والله مو انا هي تقول <applause> 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 لما ذكر هي أذهب نادرا ان معماري شويه نازل عن بغلته ويقول اني تاثرت بحاد او جبتها بس ذا زين الوحيد اللي, إذن. تعترف انه هي تعرف كازمار آه. تعرف كازمير عند المربع الاسود هذا الحد انا ما فهمته طيب شلون يعني تماما ت... يختلف ويال... ب... ب... هي السوبر ماتيكال طلقه طلقه اه الط... الطلقه من اجزاء مو طلقه زين يعني انت عندك كتله أو النوبة لازم تهشمها فأنت تفكيكي مو شكل آه. مثل ما زهاء تك 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 تاك آه. هي من تلقي من المحاضرة مالتها تقول تك 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 تاك على ال... يعني أقسمها أجزاء قسم لي أجزاء شلون تطور زهاء آه زهاء آه طبيعي بدأت ب آه تمرد ظاهرة تمرد شو يسوون ما 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 مبالورة. ظاهرة تمردها بالبدايه ما كانت متطوره وايضا التفكيكيه ما كان لها صدى بانجلترا، انجلترا اكثر محافظين من غيرهم. لكن اجاها واحد استاذ مثل اله اللي استاذها كان متمرد خلاها تتمرس بتفهم التفكيكيه. يعني بدا بدت بدت الشكل فسوت اول عمليه اطرأ عليها هو بوقتها كان جسر عمليه كطالبه اطروحتها من اطرت عليها هو هذا الرجل هي جاوزته <applause> يعني شلون طالع يطلع اعلى بدات تنتج هذا الشيء بذيك اللحظه هذا يحكي بس معماريات تريد فتشي اقوى من المعماري زين فراحت لي وين؟ راحت الميلوفيتش شافتها هذا شو كل انطلقات بوم دم دم, دم. سوبر ماتيك عرفت شلون؟ فبدت تصاميمها تحاكي مو معماري تحاكي رسام لذلك سموها بيبر اركيتكت وما قدرت تتحقق شغلها الا لما التكنولوجيا يلا صار نعم انت <applause> ردت <applause> الستريشن <applause> البارابوليك بارابولا تريد <سحيب> تستعيد ورا هالفتره <applause> بالمسبحه ورا اي ورا هالفتره اللي تفضلت بيها انسان يتقدم يعني بالعمر فبدا عندها غير تفكير هي رياضيه درجه اولى يعني الفرق بين التفكيكين الاخرين عبثيين يعني يسوون شيء ما يعرفوا ليش انت مواصل التفكير مره من المرات؟ المبدا التفكيكي نوعين هاي سوت عفويه الدقه العاليه بالرياضيات طبقها على المسبحه فهسه اذا نجيب مثل على شغلها هذه هذا نسميه هاي, هاي بارابوليك والله هاي صعب المصطلح منين جبته؟ هم اسمهم بالرياضيات آه. اي واحد ستاتستكس ب... بالجرافات بالهاي هاي يسميها هاي برابلك برابله الناس راح باكر الصبح تقول برابلك برابله شنو برابله يعرفوها <applause> السيفل انجينير آه. السبب ليش؟ لانه في اي نقطه من هاي المناطق ليش اخذ هالشكل هذا؟ في اي نقطه من المناطق القوى صفر يعني ما احتاج اي سند إلها ما احتاج تقويه هي واقفه بروحها يعني انا اذا اقلبها هالشكل هي واقفه بروحها يعني انا اذا اضرب مثل قنبله هذا الحائط راح يوقف بروح هذا الشكل. هاي الهايبرابلك برابلا هي المضيف العراقي نفس الشكل المضيف العراقي. مضيف يعني؟ شكله شكل المضيف اذا طقلو باباو مضيف مضيف عراقي. ليش المضيف؟ المضيف العراقي البيوت القديمه هذا الشكل وظيفي وجميل من الجمال بحيث رفعت شادرتشي تو نصب فاذا بهالحاله هو ديستعمل رياضيات ديستعمل واقع ديثيرك نقل الوظيفه الى شكل فصار الشكل الوظيفي جميل فبالنتيجه صار هالتفاعل نعم صار حدث. انت تقول العماره حدث العماره بطبيعتها حدث في الواقع خلينا نقول نكون اكثر امانه أنه هو استاذي اللي قال اللي هو جون بيرجر. أه. جون بيرجر آه في البدايه درسك آه. باليتان هو اللي درسني طبيعي درسني النظريات العمارة والفن وأستاذ من التواضع بشكل وحتما المدرس ستة لربما أحيانا تحب اللي يقوله إذا كان زين أو مو يعني ما تعرف شنو القصة بس احنا حبيناه كشخص لانه كان يطبلنا رصف بالماطور شكل الصور كليه معماريه شكبرها كبر ولابس جلد يطبلنا هالشكل ففي شفته على صفحه في يعني من المحاضرات قاط وملابس وهاي قلت له بروفيسور انت من تجينا انت وتوقف مطار بالباب شنو القصه؟ قال لي غير قشمركم راسا فكان يتعاطف ويا الطلاب فيصل ياسر قال قال التلفزيون قشمر هل تعتقد العماره قشمره؟ لا آه نا آه ممكن وممكن لا بس العماره العمارة هالي. شعور العمارة شعور عندك كتاب اي اه الشعور ايه بالعمارة اه ابدا الشعور اه بالعمارة هي الحوا... الحواس الخمسة لازم خمسة انت تقشمرني تقشمرني هذا نقطة كلش مهمة أه. تقشمرني أه. اذا بس استعملت البصر البصر بس البصر تقشمرني الشكل حلو شم من طيني اشتم عمارة شلون؟ اه اسمع عمارة الشم اني مثلا غض عيوني ودخلتني بسرداب وراسا اشتميت ريحه رطوبه السرداب اعرف اني بسرداب لو لا اعرف اني المكان ضيق لو لا او راسا اني ساد عيني واشتميت ريحه حقل اعرف اني مفتوح لو لا فاذا اكو علاقه بين التكوين الفضائي وبين حاسة الشم مكتبه محاذ تماما لأعلى شاهق ببغداد تزهو به من زها من الداخل يستحوذ على مبادئ الفنون التشكيلية مستوحا من لوحة موندريان ذات الحركة المستقرة الملازمة للبعد الثاني عمارته حدث معني بالحركة والجمال ولها مفهوم نحتي للبعد الثالث تلك هي جماليه العلاقه بين التجويف للفضاء الداخلي والفضاء الخارجي السالب انه يرى في منجزه حدثا معماريا فريدا ذلك ما تضمنه كتابه الشعور بالعماره ما تشعر نفسك متورط ان تضع آآ 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 عمارتك او قبال عماره زها اللي يشتغل عليها فريق من المهندسين متورط بشكل كبير ولكن يمكن عمارتي يشوفوها اكثر لما يجون او النوبه لو 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 ما موجوده العماره ما يجون احد يباوع بذيك المنطقه عمارات فانا يمكن حسن حظ انه راح يصير جمهورين يعني عندنا. تطلع من الشباك على على قيم ليها لا متجرد عن الناصب والجازم كونك معماري، هل تعتبر انا أعتقد... زها غريمتك؟ اي <applause> لا يا استغفر الله، زها ظاهره، موفق مو ظاهره. زها ليست معماريه. زها ظاهره، العالم بعد زها غير العالم قبل زها. هاي لازم نعرفها، زها ابد مو معماريه. ذا ظاهرة رياضية هي كانت ظاهرة ظاهرة غيرت الكون غيرت الشكل غيرت كل ما تعرفه غيرت كل هاي المفردات اللي إحنا نحكي بها ونعلمها يقول نشيل نادب بنا بالشط على البرابلك بلابلا أنت أنت هذي... ما جاب اسمح لي ما عجب لي بعمارة عليف هذه هاي... هاي هاي قلنا البرابلك بلابلا عمارة على هي شنو هاي البرابلك الثانية طلعت لي هاي 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 مجموعة برابلات مو بعدنا على البرابلة اخذ اي شكل منحني باوع هذه عمارتك شنو شو تسميها اليوم؟ عمارة أه أه حدث حدث عمارة حدث بامتياز وهو انه انا شلون الحدث عندي؟ اولا عندي الحركه المستقره يعني عندي شكل باوع يعني كتو دايمنشن ابوعه اذا انا من واجبي أنا احرك السطح فسويت هيك بالضبط هيك اذا تلاحظ متناقضه آه واحد هيك واحد هيك صار عندي حركه مو بالسطح واحد هيك واحد هيك لكن من اصير 3 دايمنشن يعني الجهه الثانيه ايش راح تسوي لي؟ راح تسوي لي هيك فوق مو وهيك جوة فسوت لي سوت لي توافق فوق وتنافر جوة على من؟ على مستوى 3 دايمنشن سوت لي حركه سطح لكن هاي الحركه السطح ما اريدها تطير للسماء اريدها وين؟ تفتر فاذا سويت عماره تاجيه. فهذا الموضوع هالحركه من التنافر من التالف الى تاطيرها بمكان واحد خلقت لي حركه، خلقت لي حدث، ما عاد السطح فقط غير الشاني شي سوي. تدري يسوي؟ تدري شلون يسوي؟ مثلا رفعات مثلا غيره، يسوي لي قطع واضافه. عرفت شلون؟ يعني حتى يحليها الشيء يقطع مربع يطلع شباك ويصعد وينزل هذه بالنسبة لي بس شيء واحد سوى وهي الحركة المستقرة مو لما اتحرك أين وين بالسنك؟ بكل عمارات عمارات يعني رفعت؟ كل عمارات رفعت تميل الى القطع والاضافه ليش؟ لانه اساسا هو متخرج من كليه فنيه يعني مو كليه يعني هو قسم مكان فنون انت دائما تقول دير بالك ترى انا خريج بريطانيا اي خريج بريطانيا آه سبب بسيط آه خريج بريطانيا بصفه او مثل ما تعلمنا آه انه ثيسيس آه انتي يعني ثيسيس المطروحه يعني وجهه نظرك لكن انت ما تتجرأ اذا ما كنت تفهم الديمقراطيه ان تطي السيء مالك شنو السيء مالك انت ديمقراطي منو اني اي سيء مالك behavior بيهيفير لو اعرفها ما اسوي <applause> بس كعمارة السيد كمعماري والله ما يعني هم هم لا انا مو مو اقدر اقول لك بالكونسبت شفك هنا احمر هاها. بغداد جنة مع وقف التنفيذ أي؟ تعليقك بما تبقى من الوقت اي الـ انا اعتقد بغداد بغداد يعني كثير من الناس يحكون انه لو اصمم هالشكل لو اصمم هالشكل بغداد صمموها من اول يوم بالقرن العشرين الى حد هسه صمموها ارقى واكبر واحسن معماريين بالعالم لكن هاي ذولا اللي صمموا يعني ثمان سنين ثمانيه اكبر معماريين بالعالم ثمانين معماري عادي شو يشتغلون تعرف شو يقولون؟ يعني لان بغداد دائريه مدوره دارت عليها الدوائر. دارت عليها الدوائر. لكن معظم هذول الرواد اللي صوموا بغداد وماكو رائد ما صوموا بغداد، لكن ماكو ولا عمل منهم نفذ. هذا الاحباط كثير من الناس ما كان يعرفوه اجملته بكتاب حتى يكاد انه قسم من الناس يقولون باه يعني ارفر ارتو عندنا كان. وين التصميم؟ سيرت عندنا يا يابا وبعد فانشوري عندنا وين؟ كلهم عندنا كلهم اشتغلوا سكنيه رضعت شادر في يوم من الايام يعني اذا احنا منو احنا؟ احنا عندنا التراث العالمي والتراث اما البلايا السود المعماريين من من الرواد مو 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 كبيره العماره شعور أي المعماري الاكاديمي الاستاذ موفق جواد الطائي بماذا تشعر الان؟ في الواقع اشعر براحه تامه ولا اقول بزهو انه ما هدفت <تصفيق> <تصفيق> آه انه ما هدفت له في وقت كلش مبكر من حياتي وصلت له نفذته نعم تاذيت نعم وصلت الى الموت اكثر من مره لكن الهدف اللي هدفته قدرت أحقق بهذا اليوم وهذه لربما في النصيحة لأحبابي وأخواني خصوصا المعماريين لما يقول أنا ما أقدر أسوي شيء أعمل الكثير بالقليل وهذا ما صار عده يعني ماكو ظرف ما صار ضدي لكن عملت بالقليل سويت الكثير أكبر دلالة على ذلك اني انعرفت بالعالم عام 2006 كمعماري احسن معماري لربما في مجال الاسكان كانت في بيوت الطين والقصب اللي انا اشتغلتها بالاهوار بالاهوار يعني هذا يدلل مقدار يعني مقدار مصداقيه نصيحتي يا معودين الله يخليكم لا تنتظرون احد يجي يساعدكم انا اروح اسوي بالطين وبالقصب اسوي ما يأهني عالميا. معمار الاهوار 80 سنه عمرك 49 سنه هندسه بين الدراسه وبين التنظير بماذا تشعر الان والختام لك؟ اشعر شيء مهم انه ما في شيء صحيح بالدنيا اوف ما قد ما اكون يعني منصف او يعتبروني يعني مو اقصد صحيح لا تؤمن بشيء اكثر مما يجب انه هو هذا الصحيح وماكو غيره. هاي تعلمتها واكبر دلاله على ذلك انه المسيره اللي مشيناها يعني ولا وحده لربما طلعت اكو فيلم اسمح لي انا اقوله وهو اسمه لاست بريدج لاست الجسر الاخير الجسر الاخير نعم. الخطه مال الحرب العالميه الثانيه ان يحتلون جسر بالاخير مونتجمري هذه الحقيقه من عرفت الا مات مونتجمري جوي حاربه عده جسور استقلوها الجسر الاخير ما ما حققه فقالوا له مونتجمري قالوا له معود هاي الخطه فاشله لانه احنا ما حققت اني الجسر الاخير قال لهم وين رايد الجسر انا ردتكم تحتلون دنيش قبلها هاي حياتي انا احتليت الجسور السابقه نعم ما وصلت إلى الجسر الكبير اللي أنا جايبه لكن لأجل أن أوصله اللي ما وصلت له حققت الكثير شكرا لك شكرا وإلى هنا سكن الحديث ولم تزل للذكريات بقية وبقاء هذا أحد الأنصار يحييكم ودائما نلتقي لنرتقي انتظرونا